زي الكديسين بس ده صعب. لا ولا صعب ولا حاجة، الكديسين دول كانوا بشر زينا. ازاي مش صعب؟ لو حبيت الرب إلهك من كل قلبك مش صعب. بس الواحد كله خطيه وشور. لو حبيت الرب هتسيب الشر ويبقى ربنا كل حاجة ليك. بس يعني كان الكديسين كانوا عايشين في الخطيه وبعد كده بقوا كديسين؟ طبعا في امثال كتير منهم، مثلا ماريا المصريه وموسى الاسود حياتهم كانت كلها خطيه بس توبه من الاب بقوا كديسين. زي الكديسين عاشوا نفسي اكون زيهم وتغير يا رب حياتي زي ما غيرتهم. Merry Christmas and Happy New Year. The Fruitless Spirit Choir has chosen some songs that we hope you will enjoy. Thank you. من لسه الكديس